ازيكم يا جماعة، ده السمان بعد مرور 16 يوم. احب اقول لكم بقى المعلومات اللي انا اكتسبتها من تربيته. انا كنت اول مرة اربيه. ده وزنه اهو قدامكم، او حجمه، حجمه تقريبا حوالي 110. ده يعتبر الاسبوع الثالث ليه، حوالي 110 جرام. هو اول اسبوع كان حوالي 40 جرام، تاني اسبوع حوالي 70 جرام، تالت اسبوع 110 جرام، ده تقريبا يعني. ورابع اسبوع بيبقى حوالي 170. لو وقت الدبيح او اللي هو انت بتبقي بيض، بيبقى حوالي 220 او 250 او حوالي ربع كيلو، حسب طبعا الرعاية والتغذية هيديكي طبعا نتيجة احسن. ده قدامك اهو. طبعا احب اقول لكم برضو ان هو بعد اول اسبوعين بيكون بياكل بمعدل قليل جدا، وبعد كده هتلاقيه طبعا بياكل بشراهة، وبشرب كميات مية كتير. فناخد بالنا من النقطتين دول، يكون موفرين لي مية دايما او مية بقطرة، علشان بيشرب مية كتيرة جدا في الفترة دي. تاني حاجة ان هو السمان ما بياخدش مساحة كبيرة. زي ما كنت وريتكم في الفيديوهات قبل كده، كانت المساحة دي كبيرة عليه جدا. هو تقريبا المتر بياخد 50 سمانة كبيرة، يعني حتى المساحة دي كبيرة برضو لسه عليهم. الجو كويس يعني، فمش ضرر. لكن لو الجو بيكون برد، بنحاول نخلي المساحة صغيرة عليه، بحيث 50 سمانة بيكونوا في المتر. طبعا درجة الحرارة لازم نكون مظبطينها، ودرجة الحرارة والإضاءة. الإضاءة طبعا لازم يكون في لهم إضاءة دايما علشان يأكلوا. طبعا فرق ما بيكون بالليل، ما بيكونوش شايفين، مش بيعرفوا يأكلوا. ده طبعا بيفرق في الوزن والأيام. طبعا كل ما يأكلوا أكتر، كل ما هيدينا إنتاج أكتر، أو في الوزن يعني أكتر، ووزنهم يزيد، وناخد وزن اكتر في وقت اقل. فطبعا لازم نعمل لهم اضاءة بالليل، واحنا بنسيبهم بقى في النهار في الاضاءة بتاعت الاضاءة الطبيعية عادي في النهار. لكن بالليل بفتح لهم اللمبة زي ما هو واضح كده، انا مصورة برضو بالليل، واضح قدامك اهو. لازم برضو احط لهم الاضاءة علشان ياكلوا. زي ما واضح قدامكم، وحجمهم طبعا اتغير، وحتى لون الريش بتاعهم اتغير. بس لسه في برضو نقطة اللي هو حوالين الدماغ بتاعتهم كده، حوالين العيون، لسه الاصفر بتاع اللي هم صغيرين ده لسه برضو لسه صغيرين. ده بس كل المعلومات اللي حبيت اقولها لكم. لو حد عجبه الفيديو يعمل لايك. باي.